تعالوا بقى نروح على مسلسل رسالة الإمام. رسالة الإمام ما بين التمثيل والتشخيص الرائع، وما بين الكتابة اللي بجد رائعة، وما بين التدقيق الفقهي العظيم من قبل الأزهر الشريف، والتدقيق التاريخي المذهل على إيد 13 مدقق لو أنا الرقم اللي عديته على التترات مظبوط. طيب خليني أخد معاك أو أخد معانا كلنا مؤلف أو يعني المشرف العام على تأليف هذا المسلسل وكتابته، الكاتب والمؤلف محمد هشام عبية. أهلا 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 يا أستاذ. أستاذ يوسف إزيك؟ عامل إيه؟ الحمد لله بخير. طيب إيه وأنت طيب وبالصحة والسلامة ورمضان كريم، وإيه المسلسل العظمة ده؟ ربنا يخليك، يعني ربنا بقى بيجازينا على المجهود الذي يعني فعلناه منذ عدة أشهر. ده ربنا سبحانه وتعالى فعلا بيكافئكم، يعني بيقول لكم بصوا انتوا بذلتوا مجهود. انا كنت امبارح بقول يا جماعه المسلسل ده متاخد جد، متاخد جد من قبل كل اطرافه، انتاج، تاليف، كتابه، اخراج، تمثيل، ملابس، تدقيق تاريخي، تدقيق فقهي، ودول حاجتين انا عايز اتكلم عنهم معاك اكتر. احنا المسلسل ده وهو بيتكتب احنا بنتكلم على فاصل او فصل مهم جدا من حياه الامام الشافعي، اللي هي المرحلة بتاعت قدومه إلى مصر، وكان عندنا ملاحم العصر العباسي الأول وانت سيدي العارفين، وخلافات الأمين والمأمون، حدوتة بقى. صحيح. انتوا اشتغلتوا على التدقيق التاريخي، انا هروح للتدقيق الفقهي بعد شوية، بس اشتغلتوا على التدقيق التاريخي. انا كنت بعد عدد المدققين يا 12 يا 13، انا صح ولا غلطان؟ لا هو احنا عندنا يعني احنا كتاب، يعني المسلسل في حوالي 7 كتاب بيكتبوا المسلسل، ثلاثة من سوريا وأربعة من مصر، وكان قبل كده المشروع كان يعني خضع للتطوير على إيد الأستاذة مريم نعوم. أيوة. كمعالجة، فتلاقي عشان كده أسماء كتير، لكن اللي بيكتب دلوقتي تحديدا إحنا 7 كتاب. كويس جدا. بجانب في الباحث الأستاذ عزمي، ده الباحث طبعا الصحفي والباحث التاريخي، طبعا هو اللي متولي بقى مسألة التدقيق التاريخي فيما يتعلق بالأحداث وفيما يتعلق بمواصفات الديكور والمباني والتفاصيل الملابس وما إلى ذلك. وفوق ذلك وذلك لدينا بقى الأزهر ومراجعاته للنص اللي احنا بنكتبه وفيما يتعلق بالأمور الفقهية وكمان فيما يتعلق بالأمور التاريخية. هو المسلسل طول الوقت في مرحلة تنقية وتطوير ومراجعة من أكتر من جهة، وفي يعني وإحنا شخصيا بنراجع وبندقق، بس يعني لأن دي مسؤولية كبيرة جدا إن إحنا نتناول التاريخ في هذه الفترة الزمنية في مصر، اللي هي كانت فترة زي ما حضرتك قلت مليئة برضو بال يعني بالتقلبات والتطورات السياسية والمجتمعية يعني. حلو جدا. طيب أنا يمكن بقعد هفكر معاك بصوت عالي. الكتابة عن واحد من الأئمة الأربعة مسألة مش بس صعبة لكن شديدة الحساسية، صح؟ جدا، متفقين، ومغامرة يعني. أيوة. حتى نتلافى أي مغامرة وليها أخطارها، حتى تتلافى أخطار المغامرة عملت إيه؟ خصوصا أنه الإمام الشافعي رضي الله عنه يعني هو أصلا كان مغامرا، يعني بفقه وبأفكاره وبفتاويه وما إلى ذلك، هو نفسه غامر، بل إنه كان عنده مواقف مش هقولك اتغيرت ولكن تطورت من رحلته في العراق وصولا إلى مصر. عملتوا إيه علشان تقدروا تعدوا في وسط كل الشوك ده؟ أول حاجة عملناها رحنا زورنا، رحنا صلينا في المسجد في الإمام الشافعي. دي أول حاجة عملناها. شيل الله مولانا. إحنا قلنا ناخد الإذن وفي نفس الوقت يعني يعني نرى يعني ناخد شيء من طاقة المكان، لأن زي ما حضرتك عارف برضو المكان فيه طاقة، المكان صح. نفسه كحي الإمام الشافعي فيه طاقة يعني إنسانية جبارة، وفيه شيء كتير قوي من مصر وروحها يعني. والمسجد طبعا والمقام بتاع الامام الشافعي فيه برضه طاقه خاصه بالمكان أوي جدا قوي. فحقيقه يعني احنا فعلنا هذه الزياره، وطبعا احنا كنا بعضنا كان زار المكان قبل كده، لكن برضه لما تبقى رايح هناك
وانت يعني مكلف بمهمه هي انك تكتب شيء من سيره الامام الشافعي. الزياره هناك بتختلف يعني. تاني حاجه تسلحنا بقى طول الوقت يعني بالكثير من المذاكره والمراجعه والتدقيق وقراءه الكتب والتوكل على الله، لان احنا قد يبدو الكلام يعني روحاني بس دي كانت حقيقه، لان هو طول الوقت الكتابه في التاريخ فعلا فيها مخاطره وفيها انت ماشي على سلك خطر يعني، ممكن اي زله تحصل توقعك وقعه خطره يعني. فحاولنا ان احنا بنسبه كبيره نتوخى دقه، وان احنا طول الوقت قررنا ان احنا نكتب على المسلسل، انه المسلسل مستوحى من الاحداث التاريخيه لكن هو رؤيه دراميه لما حدث. ومن الاول احنا كنا مقررين ان المسلسل يعني من يشاهده هيختار شويه، هل هو مسلسل يعني بالتصنيف التقليدي ديني عشان بيتناول سيره واحد من الائمه الاربعه، ولا هو مسلسل تاريخي علشان هو بيتناول حقبه تاريخيه مهمه في حياه مصر وفي حياه الامام الشافعي. وانا اعتقد المسلسل اللي يمكن في رايي يعني ممكن تصنيفه الى انه تاريخي، لانه بيتناول فتره زمنيه مهمه كان فيها الامام الشافعي فاعل جدا في مصر، ومصر كانت كمان كانت مؤثره على فكره وفقه. وبالتالي يعني يتم تقييمه بهذه النظره يعني، واعتقد ان ده ممكن يكون في رايي يعني المتواضع هو اللي خلى قاعده التلقي اكبر من توقعاتي انا شخصيا. كنت متوقع ان طبيعه المسلسلات دي بتبقى لها جمهور نوعي محدد يعني مش دايما بتوصل لقطاع كبير للناس، لكن احنا بقى كمان ربنا رزقنا يعني مخرج كبير هو الاستاذ الله يسحقه طبعا، قدر يدير المشروع باقتدار وقدر كمان يقدم متعه بصريه في الحلقات الاولى خلت الجمهور يعني يرتبط كمان بالمسلسل من اول حلقه. حلو جدا. لما بداتوا عمليه التدقيق الفقهي مع الازهر، انتوا خلصتوا كتابه وبعتوا للازهر ولا كنتوا بتبعتوا اول باول؟ لانه مهم قوي ان الناس تبقى فاهمه انه الازهر بنفسه، الازهر هو من دقق رسالة الإمام، هو من دقق مسلسل رسالة الإمام. هو احنا المفاجأة ان احنا لسه ما خلصناش كتابة، احنا لا نزال نكتب حتى الآن يعني في الحلقات الأخيرة. فبتبعته أول بأول. والحقيقة يعني الأزهر كان يعني قدم كل العون والدعم لينا، ويعني لدرجة ان احنا أحيانا كنا بنبعت الحلقات في توقيتات متأخرة جدا وبنبقى محتاجين موافقة سريعة عشان هنصور ثاني يوم لاعتبارات لها علاقة بمواعيد التصوير يعني. فكانوا متعاونين جدا، حتى كانوا بيعملوا في أوقات الأجازات الرسمية من أجل إنجاز العمل في أكثر يعني في أقصى وقت ممكن. وفعلا النص يعني خضع لمراجعة الأزهر. كل ما ورد في الحلقات يعني رجعت من قبل الازهر، وكان المراجعه خاصه زي ما قلت بالامور الفقهيه وكمان بالحادثه التاريخيه المؤثره اللي هي يعني، وفي نفس الوقت كانوا سايبين لنا المساحه فيما يتعلق بالخيال الدرامي اللي احنا بنمارس بيه اللعبه بقى المعتاده، لعبه اللي احنا نجذب الجمهور بحيل دراميه يعني وبطريقه سرد اتمنى انها تكون جذابه، بحيث ان الموضوع ما يتحولش الى مجرد سرد تاريخي للوقائع يعني، او الى فيلم او الى مسلسل وثائقي. طب انا عندي سؤال. زمان تتذكر انه اتعمل مسلسل عن سيدنا الامام احمد بن حنبل وكان بطوله النجم الرائع محمد رياض. لم يهاجم المسلسل ده يا اخي. هل ما تهاجمش عشان ما كانش فيه سوشيال ميديا، ولا ما تهاجمش عشان ما كانش فيه منهجية الهجوم؟ يعني باختصار رسالة الإمام عليه هجوم ممنهج، انت حاسس بكده؟ اصلا استغربت قوي ان لقيت صورة يتناقلها البعض يقول لك ايه خالد النبوي طالع في رسالة الإمام لابس نظارة قراية. انا والله العظيم اول بق كده قلت لهم يعني انتوا شفتوا المسلسل؟ ده انا حد من اصدقائي بيقول لي، قلت له يعني انت شفت المسلسل خالد النبوي لابس النظارة؟ قال لي ده الصورة مغرقة السوشيال ميديا. قلت له انا بسأل السؤال بوضوح. وانت عارف انا ليه، انا وانت لينا اصدقاء مشتركين كتير من ابرزهم احمد عيد، فانت عارف ان انا غلس يعني، انا غلس، انا بني ادم غلس في حياتي واسئلتي غلسه. قلت له يعني انت شفت المشهد بالظبط كده؟ قال لي ما انا هقول لك. قلت له يا عم ما تخنقنيش، شفت المشهد؟ لا بس الصوره موجوده. قلت له طيب فكر، والله العظيم يا محمد عملت، قلت له فكرت تعمل سيرش اكتب كده
خالد النبوي يرتدي نظارة في مسلسل الإمام الشافعي وقول لي جوجل طلع لك إيه؟ قال لي هيطلع إيه يعني؟ قلت له تعالى نعملها سوا. عملنا كده، أول حاجة طلع لي الصورة وخالد النبوي ماسك السكريبت في إيده وجنبه أحد المساعدين بتوع السكريبت، مساعدين الإخراج، مساعدين الليس، قاعد عمال بيراجع مع خالد. قلت له أهو اتنين لابسين نظارات يا مؤمن. لا ده الامام الشافعي قاعد لابس نظاره وبيراجع السكريبت الاثنين يعني. ده انا قعدت بقى ايه اشرح لصديقي ده، قلت له بص مساله ارتداء النظاره فيها استحاله لسبب. قال لي ايه؟ قلت له ابن الهيثم ما كانش لسه اتولد، ده اللي اخترع النظاره. قلت له ما كانش اتولد، ده اتولد بعدها يجي ب 150 سنه يا ابني، مش كلام من ده. لا والغريب حتى ان الصفحات اللي نشرت الصوره دي يعني الناس يعني مشكوره دخلت تعلق وتقول دي مش حقيقه وان دي صور من الكواليس ودي صور ومش المسلسل ما فيهوش كده، وبرده عادي مصممين والبص زي ما هو وكده، وكان يعني هم يعني مقررين ان هم يمشوا ورا الدماغ غريبه الاطوار يعني. بس مش عارف انا يعني ما اقدرش اقول ان هو يعني المساحه دي انا مش من هواة قوي نظريه المؤامره، بس بصراحه اللي بيحصل برضو يعني اجعلك تعيد التفكير في الامر. ايوه يعني خلي الواحد يستغرب، الله هو احنا كل يوم بقى واحد هيروح طالع لنا بكلمتين فعلا مش حقيقيين؟ مره ده خلي بالك الاراء الفقهيه اللي فيه، الله طب يا جماعه ده مراجعه من الازهر، الحق ده خالد لابس النضاره، لا يا جماعه دي صوره من كواليس العمل، بكره وارد جدا مثلا خالد ولا نضال ولا اي حق ماسك كوبايه نسكافيه قال لك الحق ده مطلعين مش عارف مين بيشرب نسكافيه في العصر العباسي الاول، يعني انتوا عايزين مننا ايه بقى؟ ما هو اصل بالطريقه دي انا ما اقدرش انفي ان في منهجيه يعني. هو الحقيقه كمان ما كنتش متوقع الهجوم قوي كده، لانه يعني احنا في الاول وفي الاخر مقدمين المشروع بغرض، يعني مش بغرض بس اقصد يعني احنا بنستعرض جزء من طبيعه المجتمع المصري في الوقت ده اللي هي كانت طبيعه ثريه وغنيه والمسلمين فيها مع الاقباط متفاعلين والدنيا لطيفه، وفي نفس الوقت بنقدم جزء جانب ايجابي جدا من الحضاره الاسلاميه صحيح. والحضاره المصريه وازاي الاثنين تفاعلوا مع بعض، ف مش عارف ده يزعل مين يعني. هو هيزعل اي حد شايف انه مصر بتركيبتها الاجتماعيه والفكريه استطاعت ان تطور من افكار الامام، ادي كل القصه. وهيزعل اي حد تاني بقى اصلا رجعي ومتطرف ومتشدد ويريد دائما فتاوى الاستحلال وفتاوى الدم وعاوز يطبق العمده في اعداد العده والجو ده. فأشكرك يا محمد والله بجد على أنت وفريق العمل كله بصراحة اللي شغالين على هذا المسلسل، يعني حقيقي مسلسل مهم قوي قوي، وكتروا بقى من ده